بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنعرف إزاي نحول الموقع بتاعنا أو الشغل بتاعنا من نظام محلي أو لوكال نظام مهن. إحنا شغالين في السعودية في زون 37 عين العقل لنظام عالمي اللي هو WGS 84. تمام. أول حاجة هنشوف الداتم بتاع اللوحة. اللوحة معانا ده المشروع بتاعنا عبارة عن طريق وعليه الأبراج ومشروع تاور لاين. تمام. اول حاجه هنعرف ازاي ان احنا نحول الاول الداتا. التول سبيس هنفتحها، لو هي مش شغاله هنضغط على تول سبيس من هنا هيفتح اللوحه القايمه دي معايا. هنيجي هنا عند السيتنج هيضغط عليها، وبعدين نيجي هنا عند اسم المشروع او اسم اللوحه ونضغط عليها كده ونعمل ايديت دروينج سيتنج. بعد ما نعمل ايديت دروينج سيتنج هتجي لي القايمه دي، فهنا موجود نو داتا نو بروجكشن. فانا هحدد الداتا اللي انا شغال فيه. انا شغال في زون سعودي عربيه، ايا كان انا هشغله دولي الاول او عالمي الاول لمحلي او محلي لعالمي. فانا هشتغل من محلي وبعدين احوله للعالمي. هختار سعودي عربيه. احنا شغالين في عين العبد UTM زون 37 نورس. هضغط عليها وبعدين اعمل ابلاي وبعدين اعمل اوكي. تمام كده انا خلاص عملت اللوحه بتاعتي. حاليا اللوحه دلوقتي موجوده معايا في الوضع المحلي. فهعمل ايه تاني؟ اخرج اللوحة، سيفها، اعمل سيف از. باجي هنا بفتح السي وبعمل فولدر جوه السي بسميه نيو فولدر، وبسمي اللوحة فيه. يعني انا بحط اللوحة فيه، فانا هسمي رود ليفل عين العبد وبعدين بعمل سيف. لو انا محتاج اللوحة اشتغل عليها تاني بسيف اللوحة برضو في مكان تاني، عشان بعد كده مش هتعرف تشتغل عشان على اللوحة دي بتقفل. فانا برضو هسيفها احطها على الديسكتوب واسميها رود ليفل عين العبد. تمام خلاص كده انا سميت اللوحة وخلصت. اول حاجة بعملها ان انا بقفل اللوحة اللي انا شغال بيها خلاص، وباجي هنا عند فايل وبعمل نيو، وباجي من هنا من عند اوبن بضغط على السهم ده وبعمل اوبن ويز متريك. تمام هيفتح معايا شكل كده، تول سبيس مفتوحة. تمام فانا محتاج افتح قائمة تانية. هاجي هنا عند بلتس بضغط عليها وبعمل دي، بختار العلامة دي ماب تاسك اوبن بفتحها. بيجي لي هنا في الامر تحت بيقول لي اون او اوف، فانا بضغط اون وبعمل انتر، فتحت معايا القايمة دي. أول حاجة بعملها باجي بشتغل هنا بعمل دروينج. الأول بضغط عليه كليك يمين وبعمل ايه دروينج سيتنج. أنا عايز أحدد الداتم اللي أنا هشتغل عليه حاليا. هنا برضه نو داتم، فأنا هضغط عليها وأختار اللي أنا عايزه من تحت اللي هو UTM WGS 84 داتم. بضغط عليها. أنا شغال في زون 37 نورس، بحدد زون 37 نورس. باجي هنا عند داتم زون 37 نورس. تمام وبعمل أبلاي وبعدين بعمل اوكي. خلصت اول مرحله. تاني مرحله بعملها معايا ان انا باجي هنا عند الدروينج القايمه اللي انا فتحتها لو هي موجوده كده بضغط على هنا ماب اكسبلور، وباجي عند الدروينج بكتك كليك يمين وبعمل اتاتش، فهيجيب لي القايمه اللي هي ملف ملفات في السي. فانا مسمي القايمه الفولدر بتاع نيو فولدر، فبفتح نيو فولدر فبيجي لي اللوح اللي جواه. انا اللوحه بتاعتي كان اسمها رود ليفل عين العبد، وبعمل لها اد وبعدين بعمل اوكي. تمام تاني مرحله بعملها باجي هنا عند الكيوري لايبراري بتك على الكرنت كيوري، بضغط عليها كليك يمين وبعمل ديفاين. هنا في اللوكيشن بضغط لوكيشن وبعمل اول وبعدين بعمل اوكي. بعد ما بعمل اوكي باجي عند المرحله كيوري مود وبعمل درو، وبعدين بعمل اكسكيوت كيوري. تمام وبعدين بضغط زوم انتر اي انتر اللي هو زوم اكستنت، او بضغط هنا بيجيب لي المشروع بتاعي. حاليا المشروع ده اتحط في مكانه، بقت اللوحة دلوقتي مهيئة معانا ان انا اشتغل عليها من دبليو جي اس من اللوكال اللي هو السعودي اريبيا لدبليو جي اس 84. فكده احنا عرفنا ازاي نحول وازاي نعرف نتأكد من شغلنا. هنعملها في فيديو تاني ان شاء الله، وشكرا.